اقتصادنا بالملي مع فارس خياري. اقتصادنا بالملي، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بالناس اللي تبع فينا، الناس اللي تسمع فينا، الناس اللي متبرنشة على لي فريكونس اي اف ام، ولا زاد الناس اللي ماشية ممكن تبحر، الناس اللي عندها بروجرام. نعرف انتم زوز معاقبين كل نهار سبت من ماضي ساعتين حتى الاربعة متاع العشية، بطبيعتي هكاك نقبلكم العشوية وتبدا اموركم ستة زيت. بطبيعتي الطبيب قال لي نقص من البحر. فوالا، وانت شنو خالك؟ مش باهيلك زاد؟ انا قال لي البحر كان بعد المغرب. بالسترة اي بلا خلي في الفجيري خير، بعيد على عينين الناس. دوك لحنا مازلنا مكملين معاكم في اقتصادنا بالملي، ومازلنا مع الفقرات نتاعنا، وعندنا فقرة جديدة باش تكون موجودة تو تبداو تستنسوا بها. اليوم حبيناها تكون مع الطائر الطنان، زعما شكون الطائر الطنان هذايا، وكل في نص ورقة. دوك هذه هي الغبغيك اللي باش نحكيوا عليها توت سويت. انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي مع فارس خياري على EFM احلى راديو. EFM احلى راديو، وفي نص ورقه اليوم نبداو مع كوليبري الطائر. ايه طائر الطنان ولا لا؟ يونيتي دو دو باش نسميوها الطنان وبعد سا سوني با بالكدي الحكي ناش بور لو نون كوميرسيال ما تمشيش برشا الامور. اي ما الكوليبري في حد ذاته هو ديما يعمل بكل ما في وسعه ويبدا يخدم قلبه ربه. يقول لي هذه هي لديان اليوم نتاع نتاع سليم سليمي. دوك لو سي او كوليبري، مرحبا بك سليم. عايشك، شكرا على الاستضافه. عايشك، مرحبا. دوك في نص ورقه ذكرها كنص ورقه وكل اسمه اللقب وربي ركز لي على المهنه. بوكش يخدم، بوكش يخدم، وموكش تخدم، باش نجم نركز معاك عام كامل. دوك الاسم نتاع الشركه منين جاي؟ الاسم نتاع الشركه هو حبينا حاجه كي كول بارفيتمون اللي باش نعملوه، اللي كنا ناويين نعملوه، اللي قاعدين نعملوا فيه تويكا جيماجين. هو الكوليبري هو الناس اللي يسمعوا فينا اللي مغرومين باللي دوكيومونتير انيمالي، هو هكا العصفور الصغيرون بالكل واللي عنده دي بات داير بالانجلي عيطوا له بيبرت. بيبرد معناها العصفور النحله، خاطر لا تاي دو نابي بريسك، اما الباتمون تاعو عنده لي باتمون ديل الترا رابيد يرحي برشا. الوغ العصفور هذا سميت اميرانديان. هو راه يقول اللي دون زون فوري فما برشا برشا حشكم حيوانات، وفما حريقه قامت. كي قامت الحريقه هذه الحيوانات معناها الانسندي اللي تي تيلمون غافاجور كو ايسو، قالوا باش نقعدوا نستناو حتىش لين النار تاكلنا وكل. قام العصفور الصغير هذا ويمشي لاقرب كوردو ويجيب بالقطره بوغ يسيه باش يطفي النار هذي. الوغ الرياكسيون الاولى نتاع الحيوانات سي ضحكوا عليه، ما كيسكو تو ان تران تفير، ما تنجمش. الريبونس نتاعو سيتي نعرف اللي مانيش نطفي النار، مي على الاقل نعمل اللي عليا. سي سكونا في احنا في السلوغان تاعنا، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك. وهذاك علاش اليوم كوليبري مجال العمل نتاعها ممكن الناس اللي تعرفها والا زاد الناس اللي ما تعرفهاش. دونك سي اون اوكازيون باش نحكيو اليوم على شنو هو السبيسياليتي نتاعها والا شنو ممكن مجال النشاط نتاعها. الوغ كوليبري هي شركه ناشئه. اسمع نص ورقه راه تك تك. كوليبري شركه ناشئه تحط لي بوليور، معناها الناس اللي عندهم ديشي كسوا ناس في ديارهم ولا شركات اون ريلاسيون مع دي كوليكتور دو ديشي. تري بيان، وقتاش تكونت كوليبري؟ اوفيسيلمون افريل 2021. باهي، وقداش تخدم من واحد؟ تويكا اون امبلوا انديريكت تقريبا 4-5 من الناس. وعندها منافسين؟ في المارشي هذا الحقيقه لا، بوغ اتخ سانسيغ لا. وقداش بدات الكابيتال نتاعها؟ مليون. شفت يا جماعه مليون، خاطر تعرفوا علاش مليون ودبرنا راسنا فيها. قسمتوه مثلا كيما تقول لهم شاشيت هذا على راس هذا. اليوم اول يعني اول كونترا قداش لا سيني كوليبري؟ وقتاش اول كليون بلوتو؟ اول كليون نجم نسميه يعني. لا ما نسميوش، اما الكونترا باش نفهموا باش بدينا. والله بدينا صغار نانوسكوبيك مع مدرسه خاصه لهنا في اللاك، وسيتي ان كونترا نتاع عندكش عندي معناها جوست عطينا نخدموا. كي كنتوا تمشيو من الاول ما زلتوا ما يعرفكم حد في المخشي وكل، معناتها تلقاو صعوبه باش تفسروا باش تقنعوا اليوم باللي سيرفيس ولا الخدمات، والا سيتي حاجه فاسيل بالنسبه لكم انتم لا بروسبكسيون؟ والله صعوبه لا، اما استغراب اي داير التاول استغراب، يقول لهم كيسكو فوزيت اون تران تفير، ما عندوش معنى اللي تعملوا فيه.
مي احنا اون فوا بوكو بلو لوان كو 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 لو كومان دي مورتيل قاعد يشوف. احنا نخرج شنو قاعدين تعملوا انتوما؟ خلينا نفهموا نحنا مع بعض. احنا شكون نعملوا؟ احنا نتذكر لي تيست لولينين عملناهم قبل ما نعملوا كرياسيون اوفيسيال في نوفمبر يظهر لي 2020. بدينا مع لي اسوسياسيون دو كارتيي في حدائق المنزه وفي حي النصر وتسيتيرا، وبداو معنا 4 أو 5 ديار. تويك عندنا تقريبا 3200 ولا 3300 عائله مفرقين لو في حي النصر وفي الاريانا وفي المنزه وفي باري لي بارتيكولي. هذو لي بارتيكولي ولي زونتربريز قاعد عندكم اليوم في البايب كوربوريت. تويك عندنا اللي نخدموا معاهم 42 ولا 43، وفي البايب عندنا 8 ولا 9 من ستارت اب صغيره فريمون اللي تحب يكون عندها انجاجمون سوسيتال انفيرونمونتال للجروب الكبير للي ملتي ناسيونال. يعني اليوم معناتها لا كولتور نتاع خلينا نقولوا الريسبونسابيلتي سوسيتال ما زلنا بعاد عليها، مي لونجاجمون كيفاش نجمو نخلقوه معناتها اترافير سيز انيسياتيف كيما كوليبري وغيرها. معناتها نحكيو انا على دي زيكو ريسبونسابل معناتها الشركات والا لي بارتيكولي. هو فما شركات في تونس، فما نوعين نتاع شركات، فما شركات اللي تعمل حاجه كيما هكا باقتناع لا لا كونفيكسيون بالحق، وفما شركات خاصه اللي تلقاهم تري جينيرالمون تابعين دي ملتي ناسيونال. هذوما مش باش نقول سو لوردر دو لا ملتي ناسيونال، مي يحبوا يتبعوا شنو قاعده تعمل شركه الام البرا. سو كي فول ساليني ولا سو كي اون لانفي دو لو فير وكل، الفو جوست اتيري لاتونسيون تاعهم الحاجات مهمه في الحياه. فما تري سانسيرمون مع 99% من الشركات كنا سوليسيتي الكلهم مشاو معانا، ما عندناش دي رفو. تفضل سي سفيان. كان نجم معناها ناخذ ملاحظه صغيره. تفضل. حكينا على الريسبونسابيلتي تاع الشركات والانجاجمون تاعها. ما نجموش هوني ما نحكيوش على الانجاجمون تاع الدوله. شنو عملت الدوله للشركات هذه؟ جوستومون. هوني انا نحب نرجع للقانون المالي، خاطر القانون المالي هذا مغروم به راني بطريقه كبيره ياسر. حسوا كيما جماعه سا ديبون. انا مكبش فيه القانون هذا لين ما عادش. باهي يا سيدي. القانون المالي هذا يا سيدك من سيدك. شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه ديزافونتاج اكوردي للشركات اللي ينشطوا في الاقتصاد الاخضر. اللي هو ما تمش تعريفهم في حتى قانون. اعطاو افونتاج للشركات ما مش موجودين قانونيا. احكيو لكم عليه؟ لا. علموكم به؟ ما عندكم حتى امتياز اليوم؟ ما خرج حتى ديكري دابليكاسيون فماش راهو. فماش ما حدش. حطوه طيشوا فصل محليها وكنزينوا به. تعالى انا نحبوا الطبيعه ونردوا بالنا. وفي الاخر وقت الرسمي وقت اللي نلقاو شركه كيما كوليبري. اللي هي تمشي للمواطن وتمشي للشركات وتحاول انها وتعمل وتعمل برشا اكومبانيومون اي سيرفيس دو بروكسيميتي. معناتها كيما قال راهو الجمله راهي مهمه ياسر بالنسبه لي انا فيها اون سيرتين بروفوندور. انا ما يسالش نعاون باللي نجم على قد جهدي. من جهه الاخرى معناها اون برانسيب نلقاو يد تتمد. اسكو سي فاسيل انك تبدا في بلاد اللي هي بالنسبه لها هي كانها بدعه اليوم الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه وكل معناتها غير ما وهذا اليوم يخلينا نقولوا انه الابروش هذيا فوزابل ولا ماهيش فوزابل حسام معناتها في بلاد كيما تونس بارابور انه هو يقول لك انه العباد ماهيش فاهمه شنو قاعدين نعملوا فما الناس يقول لك ماناش قاعدين فاش تعملوا ما انتم تمشي وتلموا وتعملوا في سنسيبيليزاسيون شنو باش تربح في الاخر وكل، لكن هو شو يقول لك؟ يقول لك انا نخمم في غدوه. هي كوليبري خدمتها مهمه ولو كونسيبت تاع اوبيريزي ان سيرفيس موجود الناس الكل يستنفعوا منه والاقتصاد الكل يستنفع منه. فتنا الكوليكت معناتها خاطر قعدنا باقي نحن نحكيو على الكوليكت دي ديشي اللي هو كونسيبت اوبيريزي بارابور للدوله. ساعه القوانين اللي تحكي عليهم راهو قوانين الفترينا نسميهم نحن. عندنا احسن قوانين تاع ليكولوجي حاطينهم فيترينا للقوره مش للتوانسه. الحاجه الثانيه الشركات اللي تتعامل مع كوليبري لي كوليكتور اللي يلمدوا لي ديشي راهو لي كاي دي شارج نتاعهم فما 3 كاي دي شارج من عام 96. افهموا معنا موضوع في 2022 بالتكنولوجيا اللي صارت وبالتطورات اللي صارت ميزان نمشي بكراس روت من عام 96. اهم حاجه لحظه برك اقعد غادي يعني راجع لك اقعد غادي اقعد في 96 نمشي للاشهار ناكلوا منه الخبز وراجعين. قدنا بالملي مع فونداسيون اي اف ام وبريسبوك على اي اف ام احلى راديو.
اي اف ام احلى غاديو. حسام نرجع جوست قلت حكيت على التشريعات انت ديجا كره ست شروط كره ست شروط جوستمون كي تحب لي ديشي نتاعك تو لي فالوريز فما حاجتين ديجا دو برودوي موان ديشي تنتج اقل نفايات والنفايات اللي تنتجهم تتصرف عام بطريقه باهيه. الكره ست شروط هذوما يجبروا الشركات باش يخدموا بالورقه مازالوا ونعرفوا اول حاجه باش تصرف برك ديف النفايات نتاعك الشركات اللي تحب تعدل للجرين تعدل الايكولوجي يقول لك زيرو بابي. نحن في تونس يجبروك وانت تخدم في خدمه اللي نورمالمون في زيرو بابي باش تو برودوي دي بابي وباش تطيشهم. دونك انا شنو نقول الايكولوجي حاطين قوانين فترينا كوليبري والعبيد تخدم في المواضيع هذه يعطيكم الصحه بون كوراج معاملين عليكم انتم باش تبدلوا لا دون ما نجموش نعملوا على الدوله هذه خاطر مازالت عايشه عام 96 فوالا. دونك اخر كلمه اليوم فما اون لوفي دو فون. والله احنا عملنا ان بروغرام دانكوباسيون 2021 وعملنا اون توت بيتيت لوفي دو فون اللي عطاتنا جوين حات صغيره 30,000 دينار مي عديت لي باس ديسيزيف انت تويك بلغه الكوره نجم ماركي ولا ماركي بربي جوست باش نحل من بارونتيز على لي بروجي جرين يا با كوليبري بون بون فما دي بروجي جرين في حاجات اخرى اي اما في المجال راهو المشكله اللي لاحظت هنا في تونس اي سي با بور مي بلاندر هذه حقيقه الستارت اب اللي يخدموا في حاجات جرين سي دي ستارت اب تري جينيرالمون يخدموا ياسر على الشانجمون والشانجمون بار ديفينيسيون ياخذ وقت. Or, les structures الموجودين, les fonds d'investissement, etc., c'est des fonds d'investissement dits conventionnels, classiques. Ils disent que, voilà, héroïne, drachnor, t'es-tu à la flouce, etc., scalabilité, etc. Scalabilité, c'est le chagé de la green, et les total boartena kinjik tawik, on dit que, à toi, les tamal ma'ana tri, نجم تقول لي, اي, متنجم تاخذ شهرين باش تقرر, كي متنجم تاخذ ست اشهر. هذاك الكل, ça consomme des énergies, ça consomme des ressources. يعني الابروش نتاع لي فون دانفستيسمون بارابور لي بروجي جرين يلزمهم يكونوا هما بيدهم جرين معناها يلزمك تفهم اللي لا ستارت اب اللي قدامك لا بوزوان دو طون باش بور سانستالي. هذا مالوغوزمون مازال مفقود في تونس كوا كو فما دي انيسياتيف تويكا قاعدين يسيروا دي انيسياتيف كيما انتوما برافو يعطيكم الصحه اليوم. دونك في نص ورقه كوليبري حبينا نبداو معاها وسليم سليمي ميرسي مره اخرى سي او والفاوندر كوليبري وان شاء الله تكون بحذانا افيك دوتر اكتواليتي خاصين بيان سور بالستارت اب نتاعكم. نحن مازلنا مكملين معاكم بيان سور بعد شويه يكونوا الزملاء في الحفله ونرجعوا على جمله من الاخبار الاقتصاديه في صحفنا سيح. انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي مع فونداسيون اي اف ام وبريسبوك على اي اف ام احلى راديو. وزملائنا في الحافله يرجع معنا دوك سفيان يرجع معنا في الحافله هو والزملاء وباش نمشيو لاخبار البورصه. دوك البورصه بوينت كوم أيوة. خبر يخص عملاق الطاقه الروسي غاز بروم اللي تهدد اليوم باش تسكر الغاز بالضبط على الدول الاوروبيه اهلا وسهلا خاصه المانيا وهذه حاجه ما تفرحش برشا حاجه ما تفرحش حاجه تخوف. انا حبيت مثالش نرجع شويه للميني ديبا نسال سؤال شكون يعرف امك صنافه بالروسي كيفاش تقال زعما كيفاش تقال ما نعرفش لازم نلقاوه يظل ها لا لا عاد حد يصنف فينا خاطر كنا مصنفين كنا مصنفين كنا هكا هاو احنا مصنفين كنا في شيء احنا مصنفين وروسيا بالطبيعه مصنفه عباره عدو توا من البلدان الاوروبيه ومن امريكا خاصه المانيا وخاصه المانيا وعندها دي سانكسيون باش يدزوا الوقف الحرب في اوكرانيا بالطبيعة وهوني شنو صار فما انبوب الغاز نور ستريم 1 نور ستريم 1 اللي هو يعديو فيه الغاز من روسيا لالمانيا بالاخص فيه توربين تحت بال التوربين هذية مشيت تتصلح وين في كندا توا الغاز بروم قلت لك احنا بحكم العقوبات اللي عنا ما نجموش نجيبوا التوربين هذه ونرجعوها في انبوب الغاز فوالا لذا ما عادش عندنا كيفاش نعطيكم غاز من جهه توا نلقاو المانيا تطلب انه التوربين ترجع دونك تطلب من كندا انه التوربين ترجع ومن جهه اخرى اوكرانيا تذكر كل يوم
انه روسيا معاقبه ما فهمش علاش التوربين ترجع دوك وهذا الكل باش يكون عنده ريبيركوسيون بعد على انا في ظل هذا الكل نحب نرجع ديما لشان المحلي بالضبط شان اللي يحبونا ديما نقتسموا الفقر راهو المواضيع هذيا الحاجات اللي تصير في العالم سي بينجم يكون عندهم دي كونسيكونس خايبين لينا اما تنجم تكون دي اوبورتونيتي اليوم الجزائر باش تصدر اكثر غاز باش تصدر اكثر غاز على تونس في عوض ما نقعدوا نقتسموا في الفقر في عوض ما نقعدوا نستناو في اللطخه باش تجينا وبعديك اون لا سوبي ونقولوا اه هاي غليت الدنيا اه ما عادش عندنا فلوس نقراو حسابنا نستغلوا وضعيتنا نستغلوا واش صاير في العالم باش نحنا نستنفعوا كبلاد وكمجموعه وطنيه بالضبط خاصه انه الجزائر 4 مليار كوب معناتها اليوم مولات مع ايطاليا دونك هذا نجم جوستومون تولي اون اوبورتونيتي كما قال حسام بالنسبه لي اليوم موضوع الغاز الطبيعي رغم اللي اليوم تحس اللي فما اون غير نون ديكلاري في موضوع الطاقه والغاز واقتصاديات العالم والاقتصاد الامريكي اليوم يحكي على زياده في نسبه الفائده المديريه تقريبا يظهر لي سي اون بروميير هو تو البرميل 99 معناتها بالنسبه للنفط باش نتعداو بالضبط نتعداو السوم برميل النفط 99 دولار في 101 دولار قدم ب 2.03% قدم باثنين هو نذكروا انه سوم البرميل طلع برشا في الفتره اللي فاتت وصل كما قالوا في التوقعات ل 130 و 120 وغيره وتوا طاح المده هذه يكون زعما خاطر بايدن في السعوديه ممكن ممكن هو برشا ناس يقولوا راهو مش باش تحل الازمه وهوني باش نرجع لشنو باش نرجع في رستره حسب رايك شنو الحاجه اللي ديما نرجع لها باش ترجع القانون المالي قانون الماليه بالطبيعه وكما قلت قبل وما نزلش نعاود قانون المالية قداش حسبنا فيه برميل النفط 46 75 دولار وقت اللي حسبنا برميل النفط ب 75 دولار في الميزانية بتاعنا وقتها جولدمان ساكس بنك اوف امريكا فيتش وغيره قالوا لنا راهو برميل النفط باش يكون الحاجة الأكيدة فوق ال 100 دولار 110 120 وتوا مع الأزمة الحالية والحرب ومع سوم البرميل جولدمان ساكس شنو تقول لك قل لك راهو سوم البرميل من هون الى اخر العام باش يطلع ويفوت ال102 وال103 وباش يوصل حتى ل130 دولار باه نمشيو ل6 دولار خاطر توا ولا 6 دولار معناتها 6 دولار اللي هو 6 دولار و 6 دولار اليوم قد يوصل يساوي 3.07 دينار مقابل السيلورو مقابل سيلورو ولا اللورو اللورو ما عادش سيلورو ما عادش ليه صحيح ما عادش ليه هو راهو شوف الحاجة هذه كانت متوقعة الناس كل كانت مستنية على الطيحة متاع اللورو وفي نفس الوقت ما لازمناش نغلطوا لازمنا نقرأوا التقارير والتحاليل ونفهموا اللي راهو اللورو مش يعاود يطلع وراهو جايينه في المدة القادمة المشكلة شنو المشكلة الدينار في وسط هذا كل شنو بش يصير اسكو احنا حاضرين للشيء هذا ولا باش نقعدوا فكلفوري هذه التخميره نتاع اللورو طاح ولا جو راهو احنا عندنا معامله بالدولار زاد وراهو الدولار يحكم فينا راهو معناها ما مانيش اي اما فما حاجات ايجابيه لتونس راهو زاد في الموضوع هذا حتى الوقتاش حاجات الايجابيه حتى الوقتاش راهو انت ما نلوجوا على لور ديسبوار يزي لور ديسبوار راهو باهيه اما ما تقعدش ما يستعرفش بصيص الامل هذا ليه موجود بصيص الامل سفيان لازمنا كيفاش نخمو فيه النفط طلع وبلومبيرك تكتب علينا والدولار طلع واليورو يتيح وحنا وين تخمو في حاجه برك ننجو اكثر نحلو اللعب باش ننجو اكثر باش نجم سي دينار يولي عنده سي باش نجمو نحنا كي يطلع الغاز نستنفعو مش نتضرو كي يطلع البترول نستنفعو مش نتضرو نخليو العباد تخدم ونشمروا على يدينا وكمجموعه وطنيه نبداو نخدموا على ربحنا بالضبط تراو اليورو طاح وراو الناس كل تستنى اللي هو باش يطيح هذي على خاطر الحرب ولا وفما الانفلاسيون على شيء تضخم كبير اللي باش يصير والدولار بالطبيعه راهو ما يعيشش نفس الظروف اللي يعيشها اليورو خاطر الدولار هو زاد العمله التاريخيه نتاع في العالم هو معناها الموني دو ريفيرونس من اللي بدات الدنيا دونك ما لازمناش نخمو ياسر كيف ما قلت وهذه هي التوازنات العالميه والتوازنات الماليه اللي لازمنا نعرفوا كيفاش نتموقعوا فيها مع الروبل واليوان مع الروبل واليوان مازالوا ستابل قاعدين يشدوا في بلاصتهم اي الروبل مازال ماهوش شد بلاصتو قاعد يربح خليه يشد بلاصتو خاطر كان يدخل ما لازموش يدخل معناها ارفق بينا سي حسام وما تجي الحكايه هذه خليها عندك دوك جوست
ما تعلنهاش للجميع. دونك هذه بالنسبة لأجواء وأسعار النفط والدولار، وهذه كانت فقرتنا في الزملاء في الحافلة. جستمون كما العادة باش نكملوا مع فلاش بزنس آخر اليوم، باش نحكيه كل عادة مع هيلا إجلاسي، باش تحكينا هيلا على قيمة العائدات السياحية حتى الآخر جوان 2022 في فلاش بزنس. انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي مع فونداسيون اي اف ام وبريس بوك على اي اف ام احلى راديو. عسلامة ومرحبا بكم في الموعد الثاني من فلاش البزنس باي البزنس بوان كوم. الرقم الثاني اللي باش نحكيو عليه اليوم هو 1234 مليون دينار، واللي يمثل قيمة المداخيل السياحية اللي تسجلت حتى اخر جوان 2022. إلى أن نوتي كو المداخيل هذوما سجلوا ارتفاع 54.2% كيف نقارنوها بنفس الفترة من سنة 2021. فما رقم آخر زادة نحب نقولكم عليه، اللي هو فما 2,100,000 سائح زاروا تونس حتى يكشي 30 جوان 2022. خبيا 2,100,000 سائح زاروا تونس، نحكيه تقريبا على 1,234 هكا وإلا لي. دونك بالنسبة للعائدات دونك اليوم كيفاش نجمو نقراو الشيفخ هذايا سوفيان؟ هو بالطبيعة قبل كل شيء فما لا روبريز بعد الأزمة متاع الكوفيد. رجع النشاط شوية، رجعت السياحة شوية، العالم تحل، احنا مش كيما لي ريستريكسيون اللي عندنا تو. راك تشوفوا تو ما عندناش دخول كونديسيوني اخف معناها من الظروف اللي كانت عملناه. دونك من العادي جدا ان لو روبون يصير، نعملوا ان روبون لو بون اون افون نجم نقول. هو الشيفر باهي ويفرح 54%. نتوقعوا انه باش يزيد توا بالاخص مع حالين الحدود، حتى وكان الى حد الان كي نشوفوا الاستاتستيك نتاع دخول من الجزائر فما كمان 1 مليون دو ريزرفاسيون، فما مليون جزائري باش يدخل. انا مشكلتي في الرقم نتاع العائدات نتاع التوريزم اللي هم بالدينار. اون فيت كي طلعنا ب 45% نشوفوا قداش الدينار طاح بارابور للعملات الاجنبيه، ما ربحناش اكثر. وما ننساوش راه هذا الرقم اللي يخص واحد جانفي 30 جوان، معناها لازمنا نشوفوا من بعد. لا معناها لا معناها شهر بركه في السيسون استيفال، معناها في الوتله وكل شيء. الاكثر يخص توريزم ميديكال، توريزم ميديكال اللي دخلونا 2 ملايين سايح حاجه بيت، نشوفوا بعد بعد كيفاش دخلوا لتونس وشنو هما المشاكل باش يدخلوا لتونس. اما الزوز ملايين و100 سائح اللي دخلوا منهم بارتي كبيره باش يعملوا توريزم ميديكال، اسكو في دي سيركوي ديكلاري؟ اسكو الدوله في بالها فين يمشيو؟ اسكو الكلينيكات قاعده ديكلاري شنو يلزم؟ اسكو قاعدين يكريو في بلايس اللي قاعدين يخلصوا عليهم في امبو؟ لا انا ما نتصورش، خاصه نعرفوا اللي العباد اللي تجي تداوي بحدنا من ليبيا ومن البلدان افريقيا جنوب الصحراء النيجر وتشاد اتسيتيرا يسكنوا في بورتمانية كريو بالليلة يمشوا للطب ما غير ما يكون فما ديكلاراسيون. دونك اسكو الشيفر هذايا كي يطلع ولا يهبط قاعدين نستنفعوا منه كبلاد كمجموعه وطنيه ولا لا؟ مانيش متاكد. اسكو الشيفر هذايا يعطينا لمحه كيفاش يقولوا بصيص امل لي سيزون توريستيك؟ نتصور اي سيزون توريستيك باش تكون خير من تاع مناول. بطبيعه الحال تونس حضرت راحه ما خير، و2021 كي قالوا 2022 ب 2021 رغم اللي عندنا برشا دي مارشي خاسرينهم، معناتها دي مارشي خاسرينهم خاطر الحرب، معناتها الرواسه والاوكرانيين تحبوا ولا تكره سورتو الرواسه معناتها في تونس كمان كانوا عندهم هو بتبيع الحرب عندهم طار في المارشي تاعنا اثر خايب. اما في نفس الوقت راه هوني ما نساوش وزاره السياحه قالت انه مش باش يكون فما تاثير كبير، وعندها توقعات نتاع عدد السياح ماهوش بعيد على لي سيزون اللي فاتوا. وهوني راهو الوزاره بالرغم اللي انا ما نصورش كيما عام 2019 اي بالطبيعه ما نجموش يكونوا كيما عام 2019 مازلنا ما نجموش نرجعوا غادي، وراهو هذا المقارنات ب 2019 توا في اللي شيفر اللي عندنا توا راهي غلطه ياسر. راهو اي خبير اقتصادي تحكي معاه يقول لك ما تنجمش تقارن، ما همش نفس الظروف، ما هيش نفس الكونفيغوراسيون، مش نفس الواقع، مش نفس المخ، تبدلت. معناها خلينا نبعدوا عليها شويه المقارنه هذه، خلينا نخدموا باللي عندنا. كومون اون سو اكسبلواتي اللي عنا، كيفاش نجمنا نخدموا بالامكانيات اللي عنا. اعطينا نقراو الظروف هذيا نحلوها ونفهموا انه نحن ناجحين ولا. وهوني حسين مانيش موافقك ياسر في حكايه التوريزم ميديكال،
راهو ريغلومونتي معناها راهو اي مش الكل فما انتراسابيلتي لكن فما زادا معاك في حكايه بعض الناس اليوم في دي سيركوي باغالي بالضبط اللي في حومتي كي يجيو الافارقه واللي باه يكريو البورتمان بالليله ماهوش ديكلاري كي يمشي للطبيب يخلص فيزيتا مرتين قد التونسي ماهوش ديكلاري كي يمشيو للكلينيك الفاتورات نتاعهم ماهيش ديكلاري التوريزم ميديكال فيه راه بوتنسيال كبير فيه بوتنسيال كبير لازم يتاثر مخير مازمناش كي نشوفوا مشكله نسكروها بالقوانين لي شيفر تاع التوريزم راه فما حاجه ما اهم كي نقولوا قداش سا جينيري اي ما قداش جاوا منهم لتونس راهو يجيو يقولوا لنا راهو التوريزم دخل كذا مليار دينار وبعدنا قام في الخزينه نتاعنا في بالديفيز ما يقبلش بعضه على خاطر معظم الفلوس تاخذها لتور اوبيراتور تقعد لبرا اونكور اون فوا راهو عندنا مشكله في تونس في حساباتنا كسوا في الميزان التجاري ولا قداش قاعدين يدخلوا لنا لي سيرفيس ولا توريزم ولا تجاره قداش من الفلوس تدخل لتونس وهذاك اللي يهمنا فينالمون خاطر الفلوس ما تدخلش لتونس اللي ياخذها تور اوبيراتور اترونجي ولا ياخذها اي ما ما تتحسبش هما قاعدين يحسبوهم هما يحسبوهم جوستومون ساعات بوغ كاموفلي هذاك علاش مهمتك انت سيدي باش تكون ديما عندك الحسبه الصحيحه وديما كل مره تعطينا الارقام وديما جوستومون تحسب معنا بالصحيح تفضل سفيان شنو عندك معنا شنو حاجه اخرى نحب نحكي عليها فيما يخص السياحه راهو تونس رسميا الوزاره تخدم على السياحه البديله للتوريزم الالتيرناتيف اللي هو ذا موضوع معناها توا ماخو حظه على المستوى العالمي وراهو عندنا برشا حاجات نجموا نقدموها للسياح على المستوى الثقافي والتاريخي في الحاجات هذه فما بلايس شوف فما معناها كي نشوفوا البرنامج بتاع الوزاره فما لي ديمو اللي تعملوا اللي هما سي معناها هياكل نتاع تنظيم نتاع دي ديستيناسيون معينين سياحي واللي راهو خدمه معناها ممتازه جدا بالنسبه لينا خاطر انا تعاملت معاهم ومشيت وشفت موجودين في تونس نعملوا طلع عليهم راهي حاجه باهية انك تعرف بلادك حتى انت راهو تلقى معناها تلقى سيركوي كامل من السكنه للدوره معاك جيد يعرف التاريخ نتاع البلاصه يعرف وين ماشي انت وعلاش ويقدم لك معناها سي ان فواياج كامل رحله كامله من اولها لاخرها تعيش اللحظه كيف ما هي تكتشف بلادك على قاعده القطاع هذا باللي نشجعوه قد ما نجمو راهو مهم ياسر راهو يخدم في برشا عائلات وراهو في بوتنسيال كبير لاقتصادنا بالاخص نجم نحن كل واحد كان يمشي لبلاصه وسورتو تصاور وتحكي عليها فوالا لو توريزم التيرناتيف من سايح اجنبي نجم انت تشجعه باش يجي لو توريزم التيرناتيف كل واحد على قد مكتوبه معناتها باقي فما ان برودوي انك دو سور ميزور تلقى دونك هذه حاجه مهمه برشا وتعمل ان ايكيليبر زاده مع لو توريزم بالنيير وكما قلنا باش نمشيو دونك بعد ما حكينا سورتو على وعلقنا على عائدات السياحة باش نمشيو إلا حسبة صحيحة مع حسام اللي اليوم يحكينا على علاش تسكر الطيارات شعلة فيهم النار خلينا نفهم الديكزة هذه في حسبة صحيحة مع حسام سعد انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي مع فارس خياري على EFM أحلى غاديو هاي سيدي عايشك فارس دونك كيما كل صيف ومع كل مناسبه ولا عيد موضوع الساعه عند التوانسة اللي بالخارج خاصه ولا حتى التوانسة اللي يعيشوني هو اسوام تسكر ما تسمع كان اسوام شعلة فيها النار اللي عنده عائله قريب ياخذ قرض باش نجم يروح ويطلع على اهله في الصيف الطلبه نتاعنا غادي كم ساكن يبداو 6 شهور قبل و7 شهور قبل يخدموا يخبيو باش نجموا في الصيف يطلعوا على ديارهم معليش الاسعار غاليه مناش يتكون سعر التذكره شنو هو الحلول؟ هذه حسبتنا صحيحة متاع اليوم اللي تخص تسكر الطيارات هاي. سوم تسكرة الطيارة يتكون من جزئين 50% الأولانيين هي هما تكاليف ولا مصاريف قارة شارج فيكس شركة الطيران ما عندهاش فيها دخل كبير ما تنجمش تتأثر عليهم بطريقة كبيرة هذوما هما لي تاكس اي لي غودوفونس مثلا نلقاو الضريبة على المحروقات الضريبة الأمنية الضريبة الديوان الطيران اللي خلصوها من الديوان الطيران تاع البلد اللي نخرجوا منها واللي نوصلوا لها وفي حالات زاده للبلدان اللي تعدى عليهم وفما لي غودوفونس باساجي هذوما الفلوس اللي تدخلها وقت اللي تهبط مسافرين في مطار باش المطار يستقبلك يعطيك بيس داتيريساج يهبط لك المسافرين تاعك يهبط لهم الباجاج اتسيترا وهذا من اكثر الحاجات اللي تتكلف على شركتنا الوطنيه تو نرجعوا لها بطبيعه الحال هذوما كيف ما قلنا مصاريف تتحملهم بصفة آلية شركة الطيران وتفكترهم على كل مسافر في التذكرة متاعه الخمسين بالمئة الأخرين اللي تبقى هما تكاليف غير قارة وتختلف من مدة لمدة تختلف حسب الطيارة قديش معبية حسب استثمارات الشركة ونلقى فيها مثلا سعر المحروقات
تكاليف صيانة إشهاري، تكاليف الإشهار بصفة عامة، مصاريف تاع شركة الطيران الكل، فيهم زادة تكاليف إصدار التذكرة. تعرف فارس موش كما تشري تذكرة من عند شركة الطيران كما تشريها من عند كومباني أخرى ولا من عند أجونس دو فواياج ولا من عند الناس كما فهم انترميدير صحيح ولا بالإنترنت يدخل في ستركتور دوكو متاعهم. توتافي. وأهم حاجة اللي نلقاها في سعر التذكرة هو هامش الربح متاع شركة الطيران. معناها شركة الطيران كتحسب لك سوم تذكرتك زي ما تغطي المصاريف تاعها الكل ومن بعد تربح هي شوية. به هذه التركيبة متاع سعر التذكرة. أما شنو حوالي الأسوام اليوم؟ الأسوام الأسوام شعلة فيها النار كيف ما قلنا، لازمها قرض. عملنا دخلت في الانترنت وقلت نشوف باش تعدي جمعة في تونس من 1 ل 8 أوت قداش تخلص. نلقى على غزالتنا بطبيعة الحال من باريس باش تعدي جمعة في تونس، باريس تونس تخلص 2 ملايين و150، من فرانكفورت تخلص 2 ملايين، ومن روما تخلص مليون و800. قلت خنقارن نحل نشوف مثلا المغربي كي يحب يعمل باريس المغرب اي مطار في المغرب قداش يخلص. نلقى كي ما تاخذش كومباني لوكوست كي تاخذ طياره عاديه في احسن الاحوال المغربي يخلص اقل من التونسي 600 دينار 200 يورو 200 يورو نقصي. ونلقى اللي سوم التذكره اللي يعمل بها تونسي فرانكفورت تونس ينجم يعمل بها هي يبيدها فرانكفورت نيويورك ولا فرانكفورت دبي. شنو نحب نقول؟ نحب نقول راه الاسعار نتاع غزالتنا غالية ياسر بالنسبة للأسواق العالمية. تنذكروا في العيد الكبير وصلت الحكاية 900 غو زوز ملين و 700 باش عبد ياخذ فرانكفورت في العيد الكبير. هوني فما حاجة نحب نحكيها لفولي قدامي ومن الأول ما صدقتهاش كي ريتها. كان ما دخلت ثبت مواطن تونسي عايش البرة وهبطها هو على الفيسبوك جاي يحسب ريت كي قص تذكرة من باريس للجزائر ويخلص من البرة تذكرة لأمه من تونس للجزائر ويعدي جمعة غادي تتكلف له أرخص من أنه يخلص البي متاعه ألي روتور من باريس لتونس. تخيل معناه أنت تحب تراوح كنت تقابل عائلتك البرة من تونس تكلف لك أرخص من اللي تراوح لتونس. إكزاكتو ما شو يحب يقول هذا؟ قول اللي غزالتنا قاعدة تعمل في أسعار أعلى برشة من الأسواق العالمية. يحب يقول اللي التونسي باش يخرج ولا يدخل بلاده يخلص أكثر برشة من غيره من البلدان الأخرى. هذا علاش؟ فما زوز أسباب رئيسية. السبب الأولاني هو المنافسة ولا بالأحرى انعدام المنافسة. وأنا كل مرة نحكي لكم على المنظومة الرعاية نقول لكم راهو نتيجة انعدام المنافسة واضحة. أسعار شعلة فيها النار، خدمات وجودة متاع منتوج تعيف، وهذا اللي عايشين. حكينا على ثلاثة خطوط روما فرانكفورت باريس. باريس تحب تمشي روما فرانكفورت باريس عندك حل مثني، يما تاخذ غزالتنا ولا تاخذ الشركة متاع البلاد اللي ماشي لها. ولهنا نشوفوا اللي الغزالة والشركات الاخرين يتصرفوا ككارتيل، يتفاهموا على الاسعار ويتفاهموا على الاسعار العاليه، معناها ما فماش منافسه، طلعوا المال الصاعده، معناها طلعوا المال فماش منافسه دونك الاسعار عاليه والتونسي ما عندوش البديل. الحاجه الثانيه هي طريقه اداره التونسير في الشراءات والمبيعات نتاعها. التونسير ما عنده حتى متريز على الكوم نتاعها، ما عنده حتى متريز على المصاريف نتاعها. الحكايه السيستم دانفورماسيون اللي يخدم الموضوع هذا نتاع قداش تتكلف التذكره قداش قاعد تصرف شركه الطيران اسمه ييلد مانجمنت. هذايا طلعت شركه اسمها دلتا ايرلاينز في الثمانينات، وهذا سيستم دانفورماسيون الشركات العالميه تتسابق شكون يطوروا مخير. القوه نتاع كل راينير ويزي جيت كل شيء هو الييلد مانجمنت نتاعها. احنا الييلد مانجمنت تاع تونسير ميزال رعواني، ميزال كما في بداياته في الثمانينات في البلدان الاخرى. شنو يخلي؟ يخلي تونسير ما عندهاش نظره على مصاريفها، مره تطلع بالطياره الصغيره A320، مره بالطياره الكبيره A330، اللي الفرق ما بيناتهم في طلوع في الديكولاج بركه كبير برشا في الكونسوماسيون تاع الكيروزين وفي سوم الكيروزين. التونسير ما تعرفش قداش ما عندهاش فيزيبيليتي على سوم الكيروزين، ما عندهاش فيزيبيليتي على سوم القطايع، وقاعده تستعمل اكثر برشا منطقتها في الطيارات نتاعها في الماكينات نتاعها. شي خليها هذه كي تبدا ما تعرفش ليكو نتاعك تفكتر على الكليونات نتاعك اسعار عاليه برشا باش انا ساعات على فوغليت بارفوارا على فوغليت واعطيني نفكتر له اغلى باش انا ما نتكبت اقل خسائر. لكن كان جيت نخلص اغلى ونلقى ان سيرفيس محترم وديني ونلقى اون كاليتي صح، كان جيت تخلص اكثر والتونسير رابحه صح، خاطر هذا الكل والغزاله نتاعنا اي هاني ارقامها انا زاد اوسي اليوم كي نخلص على الاقل كي نخلص نلقى اونكوتر بارتي ارقامها نتاع 2018 اليوم الكومباني الاخرين الكل كي خلصوا شنو مقدمه تخلص على الاقل ما تلقى سرق فيز. ما نطولش عليكم المفيد فما زوج حلول، المنافسه ويا حبذا الاوبن سكاي. الحاله الثانيه التونسير تحسن الليل مانجمنت نتاعها
وللمستهلكين في انتظار ان الوضعية تتحسن، ننصحكم حاجتين. وقت اللي تشريوا تذكرة الطيارة حاولوا 180 يوم قبل السفر، وإلا في آخر ساعات last minute، خاطر وقتها يبدأ البيت تاع الطيارة يتيح طايح تسفى ليستك تستنى خبيا واضح. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Voilà, okay. نحن هنا في تونس قاعدين هوني مانيش مسافرين، وبعد شوية عنا الجرين دوغ فرحت ساعة أنا بديت لم في دبشي إيش اللحظة ميسير الجوز مرة جاية مرة جاية خذ كاس كبير وسافر على روح دوغ. مرسي بوكو يعطيك صحة حسام. في حسب صحيحة كما قلنا بعد شوية يكون حاضر بالتليفون معنا سي محمد الزمرلي دوغ في الجرين ممثل عن وزارة البيئة، باش نحكيه معاه بأكثر تفاصيل على البرنامج وخاصة على لومبخانت كاربون. لكن قبل باش يكون معانا في تصريح وتسجيل صوتي من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي عبد الحميد قنوني مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في الجرين بالشراكة مع وزارة البيئة. انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي مع فارس خياري على EFM أحلى راديو. إيه فهم أحلى راديو. وسوفيان اليوم في الجرين عندك جستمان ضيفك باش يكون من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي لاينامو قامت يعني هي والفريق متاحة وكل باش يعملوا دي دياجنوستيك على حكاية العجالي، خاصة أنه أنا وحب الناس تعبوني العجالي في الصيف نهار كله هما ناقصين ونهار كله هو الفويان يشعل لي دونك يظهر لي ما فهمتش شنو هي الديكزا شنو هو السبب. وهذايا ممكن اللي لاينا ما عملته من خلال المختصين نتاعها في العمليه هذه عمليه الدياجنوستيك. بالضبط هو كلمنا لاينا مو اللي نحييهم بالمناسبه على المجهودات اللي يبذلوا فيها وي. وسالناهم قبل كل شيء على الانشطه المبرمجه بالنسبه لسيف السنة وتحصلنا وعلى سيد عبد الحميد القنوني اللي هو مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل في وكالة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وكانت إجابته كالتالي. احنا باش نكونوا متواجدين كالعادة معناتها في حملة تحسيسية حول الاقتصاد في الوقود. الحملة هذه تندرج في إطار حملة وطنية للاقتصاد في الطاقة، حملة صيفية نقوم بها السنين إن شاء الله في صيف 2022. هو البرنامج هذا فيه برشا عمليات معناتها ما تهمش كان الكربيرون برك، وإحنا بطبيعة الحال الحملة هذه هي الحملة معناتها الحملة الميدانية الأولى إن شاء الله، مي باش نكونوا متواجدين زادة في مدن أخرى من تونس، باش نمشيو لصفاق السلسوسة المهدرية، باش نمشيو المناطق الداخلية زادة كيف كيف، دونك باش نكونوا إن شاء الله باش نحاولوا نكونوا بطبيعة الحال في الصيف متواجدين في برشا أماكن، وباش نحاولوا نخليوا معناتها أكثر عدد ممكن من السيارات ينتفعوا بالعملية هذه. بالضبط دونك فما نشاط أنشطة على طول الصيف، وبالنسبة لليوم فما نشاط الأول في إطار البرنامج الوطني هذا اللي كيف ما قال لنا سي عبد الحميد القانوني باش يكون في المنار، وهوني نسمعوه في الموضوع هذا. باش نقوم بتوفير تجهيزات لتشخيص محركات السيارات ومراقبة ضغط العجلات إن شاء الله في قدام سنتر مقني في المنار 2، دونك باش يكونوا فما فنيين مختصين في المجال هذايا، وباش ان شاء الله نقوموا بتشخيص محركات السيارات ومراقبه ضغط العجلات لاصحاب السيارات به. وبالطبيعه علاش نعملوا في النشاط هذا، علاش نعملوا في دياجنوستيك، وعلاش تعمل فيه الوكاله الوطنيه في التحكم في الطاقه؟ وبالطبيعه هوني فسر لنا نفس الشخص يا عبد الحميد اللي نحييه بالمناسبه وقال لنا الكلام هذا. باش نحاولوا نحسسوا على الاقل مستعملي السيارات بالاهميه نتاع المراقبه نتاع المحركات نتاع السياره نتاعهم ولا مراقبه ضغط العجلات، الأهمية نتاع المراقبة نتاعهم هذيك وقال شنو هي عندها دور في التقليص من استهلاك المحروقات، وكيف كيف راهو في ضمان السلامة السلامة معناتها المرورية حتى العباد معناتها واحد تكون زاد السيارة نتاعو مبونيتا زاد يحافظ على السلامة نتاعو وعلى السلامة نتاع الركاب المتواجدين معاه. دونك هذا هو النشاط، نعاودوا نذكروا راهو اليوم في المنار بحذا سنتر مقني باش تلقاو دي انجينيور دي تكنيسيان ايكيب كامله محطوطه على ذمه اثنين باش تعمل لكم دياغنوستيك موتور ودياغنوستيك العجلي باش مواطنينا اللي ماشي يخدم ولا اللي ماشي بحر ولا ماشي العطله يتفقد اموره وكيك يرد باله على برشا حاجات سلامته واللومبرانت كربون نتاع الكهرباء. اوكي ان شاء الله نجمو نخلطوا عليهم نحن بعد شويه. بعد شويه يلتحق بنا بالتليفون محمد الزمرلي المكلف بنقطه الاتصال الوطنيه الاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده حول التغيرات المناخيه في وزاره البيئه.
احلى راديو وما زلنا مكملين في فقرتنا الجرين. دونك اليوم بناشي حكينا على الوكاله الوطنيه للطاقه وباش نمشيو جوستومون انه الفقره هذه بالشراكه مع وزاره البيئه، وذلك علاش حاضر معنا ممثل من وزاره البيئه سي محمد الزمرلي المكلف بنقطه الاتصال الوطنيه للاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده حول التغيرات المناخيه. ويظل لي عندنا ما نقوله في مجال التغيرات المناخيه وفيها الاحتباس الحراري وهالكانيكول اللي ولينا نعيشوا فيها. سي محمد مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين. عايشك سي محمد. سي محمد اليوم نحكيو برشا على ان كونسيبت، خاطر نحنا في الفقره هذه كل مره نحبوا نتعرفوا على دي كونسيبت، كل مره ناخذوا نصائح من عند الممثلين يعني في وزاره البيئه. واليوم اخترنا معك انت نحبوا نحكيو على لومبرانت كاربون اللي هي اليوم ولا ان كونسيبت دارج برشا في العالم، خاصة انه السخانة كثرت التلوث كثر، ويظهر لي اليوم هذية تنجم تكون من بين الحاجات اللي نجم نقيسوا بها ونغيسوا كما نقولوا نحن لومبرانت كربون، صحيح ولا ليه؟ صحيح، هو لومبرانت كربون ولا البصمة الكربون، البصمة الكربونية جديد على مستوى العالم. بشي الكونسيبت هذايا كيما نعرفوا انا حاول نبسط شويه المخيل. اي هذايا باش نقولك شنو هو السيدي هذا ساعه قبل كل شيء، البصمه الكربونيه كيما اي انسان معناها عنده بصمه اليد، كل انسان عنده بصمه كربونيه. معناها عنده بصمه كربونيه معناها عنده انبعاثات غاليه دافئه اللي تسبب في التغيرات المناخيه. شنو هي الانبعاثات هذيا؟ وخاصه هي جمله من الغازات اللي حسب نمط العيش نتاعها تكثر او تنقص الغازات هذيا، ويتم احتسابها بصفه عامه بنسبه CO2 ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون يتسبب في النشاط نتاعه. هذه تنجم تكون شخصي، تنجم تكون كل واحد معناها شخصي معناها حسب النشاط نتاعه يتسبب في كميه معينه من الانبعاثات هذه تسمى لومبرانت كربون او البصمه. يعني هو كأنه مؤشر اليوم النجم نعتمدوه في مجال تغيرات المناخية متاعنا؟ هو مؤشر لي 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 للمجهود الفردي. هو غالبا نستعملوه، مش حبيت نفسر. البصمة الكربونية تنطبق على شخص معناها بصفة فردية، كما تنجم تنطبق على مؤسسة شركة كاملة تكون عندها أثر كربوني، مثلا مؤسسة صناعية ولا مؤسسة فلاحية ولا مؤسسة خدمات تكون عندها اثر كربوني او بصمه كربونيه، كما تنجم تكون في منطقه كامله كما منطقه بلديه حسب نوعيه الانشطه فيها وحسب نقولوا المجهود اللي قاعده تقوم به للتقليل من الانبعاثات. باهي تكون فما بصمه كربونيه. باهي خلينا تفضل. اي باهي امشي امشي تفضل تنكمل السؤال. اذا كان ناخذه كشخص لانه احنا الكلنا مسؤولين، مش فقط يعني الدول، حتى الاشخاص بطريقة النمط العيش نتاعهم يتسبب في الانبعاثات هذه وينجم يخففوا منها. ايش معناها نمط العيش؟ معناها كيفاش نتنقلوا؟ هل نتنقل معناها بوسيله نقل فرديه او جماعيه؟ هل ناخذ الطائره او ما ناخذوش؟ هل نتنقل بوسائل نقل اقل حفاظ على البيئه؟ يسمى بالنقل الموبيليتي. النقل النظيف. النقل النظيف، حكينا معناها كنت تحكيوا على معناها المجهود التخفيض معناها لمراقبه معناها الاطارات والضغط الاطارات اللي ياثر معناها على حجم استهلاك الكربون. استهلاك الوقود وانبعاث الكربون. كيف نقولوا كيفاش ممكن ناثر معناها كشخص في نوعيه المسكن نتاعي، في نوعيه التجهيزات خاصه التبريد او التسخين، خاصه نحن توا الصيف والكليماتيزورات فهمتوا الحاجات هذيا الكل. دونك يظل لي اليوم لازمنا ان نرشدوا في الموضوع هذيا ونرفقوا بمكتوبنا ونرفقوا بالطاقه. بالضبط هذا هو، حتى نوعيه الملابس اللي نلبسوها، يعني فما ملابس تستهلك تسبب في انبعاثات كبيره وفما بعديد مؤشرات باش يمكن احتسابها. فما نقطه هامه كذلك هو حتى نوعيه الاكل نتاعنا يختلف. كل نوع نتاع اكل اللي يتسبب في انبعاثات خاصه في الانتاج نتاعه. نعطي مثال، لما نستهلك كيلو لحم نعطي كيلو لحم تقريبا في المعدل اللي يتسبب في 290 معناها كيلو جرام CO2 من الانبعاثات في مرحله الانتاج. اذا كان نستعمل الدجاج 50 يعني حتى نوعيه الاكل نتاعنا
تتسبب في اثر معين. أي. هو زاد اللي نعرفوه اليوم انه البصمه الكربونيه معناتها جينيرالمون هي مؤشر، فما مؤشرات رئيسيه وفما مؤشرات ثانويه، معناتها فما اللي نحكيه على الانبعاثات كما قلت انت المباشره، وفما حتى انبعاثات غير مباشره. ونفهموا اليوم على انه هذا الكل نلقاوه في حياتنا اليوميه، معناتها اليوم سي محمد، وممكن يلزم نخدموا برشا على الجانب التوعيه والتحسيس معناتها في الجانب هذا، لانه ما نصورش انه اليوم الناس الكل على بينه بالكلام اللي كنت تقول فيه. بالضبط. توا بدات فما حساسيه اكثر لكل المشاكل البيئه، لانه كنا نتصور قبل الدول الناميه وهي سبب في الانبعاثات. توا تقريبا كل الدول وحتى الاشخاص، كل واحد فينا ينجم ينقص من تاثير التغيرات المناخيه لترشيد حتى نمط العيش نتاعه، حتى على الدشي والنفايات اللي ممكن ينجم يقلص فيها، على حجم الاستهلاك وترشيد الاستهلاك والتقليص من النفايات. عفوا، النفايات تسبب في نسبه كبيره من سياشكات من الميثان اللي يسوى تقريبا 25 مره سيدو. هذه كلها مؤشرات، كلها تتجمع في مؤشر يعني يتم اعتماده على المستوى العالمي هو لومبرانت كاربون. ونحن اليوم في تونس وين في هذا الكل؟ معناها شنو لو شيفخ نتاعنا اليوم؟ شنو اليوم ممكن لو شيفخ كلي؟ خلينا نعرفوا وين نحن. احنا بالنسبه لتونس نجم نحكيو على الشركات، لان الشركات ولا تفهم معطيات اقتصاديه هامه، خاصه الشركات اللي تصدر. باش نرجع نعطي بعض المعطيات، احنا توا تقريبا اذا كان ناخذ اوروبا، تعرف كل مواطن في اوروبا يتسبب، معناها الشيفر ممكن نستغربوا منه شويه، 11 طن من ثاني اكسيد الكربون سنويا. 11 طن هو عدد ضخم، عدد ما 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 لقيتش ما احنا في تونس. ونحن في تونس كان 11 طن. ما لا في تونس قد ايه؟ لا احنا في تونس اقل شويه، لانه كيف يكون اقل شويه خير حسب نمط العيش. احنا في حدود 5 طن، لكن يعتبر ذاك المرتفع والناس كبير يتسمى اكثر، نجم نرشدوا فيها اكثر. فما نفس الحاجه اللي نفيقوا بها شويه ونهتموا بها، وبدات الشركات التونسيه بدات تهتم بها شويه، خاصه المتفتحه، نقولوا الشركات اللي قاعده تصدر سواء كانت الخدمات او البضائع. تعرفوا في الدول العالم توا، ولا مثلا كان ياخذوا الدول الاوروبيه، كل الشركات اللي عندها اكثر من 500 موظف طالبه باش يكون عندها سنويا تحدد قديش جستومون. هذا هو اليوم المؤشر. لكن سفيان زميلنا سفيان كوبانتيني عنده تعليق. سفيان عسلامة سي محمد، نحييوك ونشكروك على التدخل بالهاتف معنا. انا حبيت ناخذ معلومه بركه كان موجوده توا، شفنا في الاوروب معناها 11 طن وفي تونس 5 طن. حبيت نعرف شنو هو الرقم الباهي، شنو هي الرقم اللي من اكيليبري يكون اكيليبري وباهي كان نوصلوا له. هو ما فماش نورم، ولكن المعدل العالمي هو 7 طن سنويا لكل مواطن. هذا هو المعدل العالمي. احنا مازلنا تحت المعدل العالمي، ولكن نسق الارتفاع على الشخص الواحد قاعد يرتفع بشكل كبير. واضح. وفي كل الحالات لابد انه نحاول نرشده، لانه الترشيد اول شيء يحافظ على البيئه، ثم الترشيد والتقليص معناها من التاثير الكربوني عنده فوائد اقتصادية حتى على شخص. جستما هذا هو هذا اليوم اللي يلزمنا نوصلوا له، ولينا حتى نحكيه على الهيدروجين اللي هو كمنوال جديد كمحرك جديد للاقتصاد متاعنا، ونشوفه في اقتصاديات العالم. على كل حبينا تكون جوست فريمان اون انيسياسيون اليوم للكونسيبت، اخترنا باش نحكيه على لومبرانت كربون مع سي محمد زمرلي المكلف بنقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في وزارة البيئة. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي محمد على كل ما فتنا به، وكما العادة الفقرة هذه اللي تكون كل مرة بالشراكة مع وزارة البيئة. دونك نحن هذه هي ليميسيون تاعنا، فوالا اقتصادنا بالملي لليوم وفات. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. حسام يعطيك الصحه. شكرا، عايشك فيك. ميرسي بوكو. سفيان كيف ليكيب الكل، ميرسي. بربي نحب نقدم تحيه كبيره برشا لليكيب الكل، لزينوبه دونك معنا في التنسيق، صابرين دونك، امين اوبا، وليكيب الكل، دليله معنا زاد في الويب، والليكيب اللي قاعده معنا الكل اليوم. رفقناكم من مساعتين حتى الاربعه نتاع العشيه في اقتصادنا بالملي.
الملي. موعدنا السبت الجاي بعد شوية تكون معاكم مكشحة في الأخبار. بون ويكاند الناس الكل. تشاو باي باي.